السلام عليكم ورحمة الله أخوانا الأعزاء. نشرح لكم اليوم تطبيق الماتلاب وشلون تسوي به حساب وشلون تستخدمه حتى تكتب كود برمجي وتنفذه واللي يكون يوفر لك يعني يوفر لك مساحة كلش كبيرة لتنفيذ الأكواد البرمجية اللي ممكن تستخدمها بالماتلاب الموجود بالحاسبة. يوفر عليك وقت وجهد، ويعني بدل ما تشتري حاسبة وتضطر تنصب ماتلاب وإلى آخره، ممكن هنا بكل سهولة تستخدم البرنامج الماتلاب وتنفذ أكوادك وتطلع رسومات وتطلع يعني حلول، معادلة تفاضلية، عمليات على المصفوفات، كل شيء يجي ببالك هنا تقدر تنفذه. بعد ما تنزل برنامج الماتلاب من السوق بلاي أو الأبل ستور حسب نوع جهازك أو نظام جهازك أندرويد أو أي أو إس، فهنا لازم تسوي حساب. فتروح للجوجل بس تكتب انشاء حساب في الماتلاب، راح يطلع لك اول رابط اللي هو Create MathWorks Account، تضغط عليه راح تنفتح لك صفحة. بس هنا ندوس X على هاي. هنا اول شيء يطلب من عندك اللي هو Email Address، عنوانك البريد الالكتروني، وهنا Location تختار الدولة مالتك، تمام، اي دولة تختارها، مثلا العراق، مثلا العراق. وهنا تختار يعني انت شنو، طالب، مدرس، هاوي، انجينير والى اخره مثلا. وهنا السؤال الاخير يقول لك انت عمرك 13 سنه او اقل، فتقول له مثلا لا وتدوس على كرييت. مباشره راح ينقلك الى صفحه ثانيه، راح بس تخلي بها الباسورد مالتك، ولازم تحفظ الباسورد وتحفظ الايميل ادريس. ورا ما كملت نرجع هنا للتطبيق، نرجع هنا للتطبيق. دائما اول ما تفتح يطلع لك هيك انه كونكتنج تو ماث وركس كلاود، تنتظر ما تطول هواي هذه. هذه الشاشه اللي قدامك اللي هو يسمونها الكوماند ويندو، اللي هي نافذه الاوامر مثل ما تشوفون انا ماشر بالازرق على الكوماند ويندو. الواجهه اللي تشوفون قدامك، اول شيء الحساب مثل ما تشوفون انا مسجل حسابي اللي هو اكرم راضي. طبعا هسه لو سويت انا لوج اوت راح من ابدا من جديد، راح اطلع من عند الايميل واطلع من عند الباسورد مباشره، راح تحول عندك الشاشه بهذا الشكل. عندك هنا الفايلز اللي هو ملفات او اكزامبل، مطي هنا عندي امثله، اوكي. واكو اذا اكو مثلا موبايل سنسر داتا، اذا عندك مثلا متحسس حرارة، متحسس ارتفاع مستوى سطح الأرض، متحسس ضغط إلى آخره، هنا هاي الداتا مالتهن. وهاي الببلش تعرفها. عندك هنا مثلا أنا مسوي تمارين سابقة، نسميهم حسب التسميات، فالناس نستطلع عليهم نشوفهم. وعندنا هنا السنسرز، أوكي، هذا السنسرز إذا تفعلها، أكو سنسرز خاصة بالأكسلريشن، بالتعجيل، بالماجنتيك فيلد اللي حواليك، بالأورينتيشن، بالسرعة الزاوية، كلهم طلع لك اياهم، بالبوزيشن، اللاتيتيود واللاتيتيود اللي هو خط يعني الارتفاع عن مستوى سطح البحر، والخطوط الطول والعرض والسرعة والى اخره. هاي تفعلهن يشتغلون عندك، تمام. وعندك هنا الاكزامبلز اللي هو امثلة موجودة هي اصلا بالبرنامج، مثل ما تشوفون هنا اكو عندنا من اكثر من امثلة. مثلا لو ناخذ المثال هذا اللي هو creating 2D plotting، اوكي، تضغط عليها راح يفتح لك يفتح لك بهذا الشكل. طبعا يوديك مباشره وين يوديك يجيب لك الشرح الرسمي والاكواد من الموقع الرسمي مال الماتلاب. وهنا طبعا النسخه اللي هو 2020 الاصدار الاي مال النصف الاول من السنه. هنا كل كوماند يشرح لك اياه انه هذا شو معناته وشو معناته وشنو النتيجه اللي تطلع لك، ويبدي يضيف مثلا اول شيء يعطي البيريود او الفتره اللي هو من 0 الى 2 باي، والفتره الاستيب بيناتهم هي باي على 100. بعدين ادانا مثلا ارسم ساين فيجر على ما تطلع لي يعني يطلع لي هذا الفيجر بالشاشه. والبلوت اللي هو الاعاز ما ترسم، راح يرسم اكس وواي، راح يطلع بهذا الشكل. بعدين يضيف مثلا اكس ليبل على محور اكس، واكس ليبل على محور سوري واي ليبل على محور واي، والتايتل اللي يطلع فوق، هذا كله فانكشن مثل ما تشوفون هنا تغير عن الرسم السابق. بعدين اذا اريد اسوي فد يغير لون الرسمه وشون يكون منقط او لا، هم هاي بلوت اكس واي، بس اضيف لها بين سنجل كوتيشن ار من كلمه
ريد اكيد المستخدمين اللغه البرمجيه والماتلاب يعرفون هذا شلون تكتب هذا الاكواد او شنو الرموز اللي يخلونها، وهكذا انه مثلا يضيف رسمه ثانيه يدمجهم سوا الى اخره. شلون ناخذ هذا احنا الكود؟ ندوس على اوبن سكريبت. اوبن سكريبت راح يفتح هنا، شوفوا شوف هنا نقله. طبعا هذه باللون الاخضر هي كلها عباره عن كومنت يعني ملاحظات او تعليقات لك شنو معنات كل اعاز. تمام، هذه الاعازات. احنا هسه اذا نريد كتبنا هذا الكود ونريد نشوف النتائج، بس ندوس على هذا المثلث نسوي ران. هنا انا بدا راح مثل ما تشوفون يقول لك هنا شوف طلعت عندنا النتائج. هذا الرسمه الاولى تقدر هنا تدوس عليها تتكبر، هذا الرسمه الاولى تقدر تسوي لها زوم، تقدر ترجعها. تمام، الرسمه اللي بعدها والرسمه الثالثه اللي بعدها وهكذا. مثلا انا كان عندي مثال هنا بالفايلز، بس لحظه اشوفها وين. هنا بالفايلز مثلا هذا اي، هذا شنو هنا CLC اللي هو يمسح شاشة الكوماند ويندو، كلير اول يمسح حتى الورك سبيس. هنا فد شيء متغير اسمه ار اللي هو مسوي انبوت للار والفاي والثيتا، وهنا مسوي معادلة اللي هي ساين الفاي في كوساين الثيتا مقسومة على ار، وهنا يطبع لي النتيجة ويخلي لي خمس فوارز، خمس مراتب بعد الفارزة، فد معادلة مدخلات يعني. فإذا أسوي لها ران شوف مسح الشاشة لأنه كومون. هنا مثلا يقول لي ادخل ال R، مثلا راح اكتب ال R 5 وادوس انتر، والفاي مثلا زاوية 45 والثيتا مثلا 78. هنا راح طلعت لي النتيجة مالت المعادلة، وهكذا تقدر انت تنفذ المعادلات مالتك. تقدر تاخذ امثلة مثل ما قلنا، مثال مثلا 3D وغير رموز، حتى هنا سولفنج سمبليفيك اكويجن نيوميريكال كلها بيها حلول، ماتريكس اوبريشن هواي امثله. مثلا هنا منطيك مثال انه شلون نسوي كرييت لمصفوفه 3 في 3. طبعا هاي الديسبلاي اللي هو دار اللي عرض يعني كومنت او ملاحظه معينه. اوكي، هنا مثلا تكتب الاي 1 2 3 وبعدين فارزة منقوطة 4 5 6. اكو كثير طرق اكيد مستخدمين الماتلاب راح يعرفونها، بس هنا للتوضيح. هنا تقدر تسوي عليها عمليات، تاخذ ساين لكل مصفوفة، تاخذ ترانسبوز لكل مصفوفة، تاخذ هنا مثلا تحل معادلة معينة، تسوي تطلع الانفيرس مالت المصفوفة، تضرب مصفوفة في مصفوفة. كل العمليات هنا امثلة موجودة، وتقدر هاي تكتبها اما عن طريق الكوماند، شاشه الكوماند، او انه تسوي فايل جديد مثل ما تفوت هنا على الفايل وتدوس هنا على البلس، مثلا نيو سكريبت، نيو فولدر، نيو فوتو، نيو ريكورد. مثلا نيو سكريبت تسميه اي اسم، دوس كرييت، تبدا هنا تكتب مثلا الاعازات واحد ورا الثاني. اوكي، وهنا تبدي الكود البرمجي، وراها تدوس على هذا المثلث حتى يبدي يشتغل عندك البرنامج وتنفذ وتشوف النتائج، سواء صور، رسومات، معادلات، كل شيء قدامكم. البرنامج جدا مفيد، ويعني ممكن ينقذك بدل ما تستخدم حاسبة او تطلب حاسبة، فقط تسوي حساب وتنصبه. برنامج عملي مفيد لطلبة الحاسبات والكهرباء واي ناس تستخدم ماتلاب، لان ماتلاب انا بصراحه اعتبره عباره عن كليه متكامله. واذا عندكم اي سؤال كتبوا لي بالتعليقات.